لا قدر الله ايه بتصور الفنان محمد فؤاد في مستشفى عين شمس التخصصي وضرب الطبيب اثناء عمله. حصل موقع القاهره 24 على فيديو يوثق اعتداء محمد فؤاد على الطبيب. قال مدير اعمال محمد فؤاد ان اخوه عنده جلطه والساعه 4:30 جرينا على مستشفى عين شمس التخصصي والطوارئ قالوا عنده جلطه وهيركب دعامتين. ومحمد فؤاد قال للدكتور هنعمل ايه؟ راح الدكتور بص له من فوق لتحت وقال له الحاله ايه؟ فرد محمد فؤاد عليه وقال له انت تعمل ايه في اخويا؟ انت نايم؟ الدكتور قال هاتوا الامن وخرجوا البني ادم ده بره. مدير اعمال محمد فؤاد قال ان الطبيب ابتدى وشد التليفون من محمد فؤاد وكانت المشاده جامده بينهم، ومحمد فؤاد خرج هو واخوه من المستشفى وراحوا مستشفى تانية الفجر وعملوا العمليه وقال ان هو هيعمل محضر بالواقع. وكشف مصدر العربي 24 تفاصيل المشاجرة بين محمد فؤاد والطبيب وقال ان محمد فؤاد ذهب للمستشفى مع اخوه وكان عاوز سرعة في التصرف مع اخوه، اتكلم مع الطبيب بشكل غير لائق واثناء المشدة قال له هو انت ما تعرفش انا مين؟ وصرع بالاعتداء.